أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: المرأة التي عليها إحداد، هل لها أن تلبس الساعة في يدها؟ وهل لها الخروج للدراسة أو للعمل؟ ليس لها أن تلبس الساعة في يدها، لأن هذا من الحلي ومن الزينة، فلا تلبس الساعة في يدها ولا تخرج للدراسة والعمل، بل تأخذ إجازة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالمكث في البيت: امكثي في البيت حتى يبلغ الكتاب أجله، إلا أن تكون محتاجة، تكون محتاجة للراتب، ما عندها دخل تنفق على نفسها أو على أولادها إن كانت عندها أولاد صغار، إلا هذا الراتب فإنها تخرج في النهار، تخرج في النهار لأنها هذا حاجة، حاجة لها، ولو تركتها لتضررت، تضرر من عندها من الأطفال، يجوز لها أن تخرج للعمل في النهار. نعم.